نعاني في هذه القرية من مشاكل عديدة، أهمها الخدمات. الخدمات عنا في هذه القرية معدومة شبه نهائيا، لا يوجد دعم يقدم لهذه الخدمات الضرورية، ومن أهمها الطرقات، طرقاتنا سيئة للغاية. تمطر الدنيا بتتعبى الجور مي وحل وطين وهيك، بعدين بضطر يعني اجي على هالطريق، ما في غير هالطريق يعني الرئيس الطريق.